السلام عليكم يا أساطير، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. معكم يوسف من قناة جيمنج، وعودنا لكم في مقطع جديد. المقطع اليوم يا أساطير سنتحدث عن موضوع لعبة فري فاير والمشاكل التي تعاني منها في الفترة الأخيرة. كما نعلم جميعا في الفترة الأخيرة أصبحت لعبة فري فاير تعاني من عدة مشاكل، مشاكل المقبرة والعديد من المشاكل بطبيعة الحال في تسجيل الدخول أو في والاتصال بالانترنت، او هذه مشاكل اللاج العديدة في لعبة فري فاير في الفترة الاخيرة. لكن حتى نوصل رسالة وبسرعة لكل لاعبي لعبة فري فاير على مستوى السيرفر الشرق الاوسط وشمال افريقيا، انه نحب هذه اللعبة ولن نعتزل ابدا هذه اللعبة مهما كان، مهما صارت الظروف، مهما كانت المشاكل، فلن نعتزل هذه اللعبة بالمرة. بالرغم من أن هناك مجموعة من اليوتيوبر أو منشئي المحتوى الذين يصنعون محتوى عن لعبة جديدة اكتسحت عالم الويب، لعبة منافسة للعبة فري فاير ربما بدون ذكر الاسم وهذه الأشياء، لكن على أي حال لعبة فري فاير ستبقى الأصل وباقي الألعاب تقليد. أما بالنسبة لمشاكل لعبة فري فاير في الفترة الأخيرة، ففي كل مرة يكون تحديد جديد نعاني من هذا النوع من المشاكل، فكل ما علينا أن ننتظر تصليح هذه المشاكل حتى ترجع اللعبة لما كانت عليه من قبل. ونرجع نقول مرة أخرى يا أساطير أنه لعبة فري فاير ستبقى اللعبة الأصل، ولن نعتزل هذه اللعبة أبدا مهما كانت الظروف، لأنه بصراحة تعرفنا على أشخاص في هذه اللعبة، يعني لعبة حتى نكون واقعيين ونكون صريحين، لعبة أفضل لعبة في العالم هي لعبة فري فاير، أفضل حتى من لعبة بوبجي موبايل وفورتنايت بطبيعة الحال. هذا يبقى اختيار لكل شخص، لكن بالنسبة لي أنا شخصيا لعبة فري فاير هي اللعبة الوحيدة التي تختلف عن باقي الألعاب بعدة أشياء، أو ربما هي اللعبة التي أعتبرها لعبة مناسبة لي أنا شخصيا. بالنسبة لليوتيوبرز الآخرين الذين تحدثت عنهم قبل قليل، الذين يعملون بيب أو يعملون إشهار لشركات أخرى ويعملون إشهار، فهذه أشياء اختيارية، ممكن أي شخص أن يتحدث عن أي شيء أو يعمل إشهار لأي شيء، لكن أيا كان يعني حتى نكون واقعيين ونكون صريحين، فلعبة فري فاير هي لعبة مختلفة عن هذه الألعاب، وهذا يبقى رأيي الشخصي. كانت هذه هي فكرة المقطع يا أساطير، نلتقي في المقطع القادم، مع السلامة وإلى اللقاء.